السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حفظ القرآن الكريم وتلاوته لهما فضل كبير عند الله تبارك وتعالى. ولا يحفظ القرآن الكريم إلا المسلم الذي أخلص في حياته وعبادته لله عز وجل، ولا يبتغي بأعماله سوى مرضات الله تبارك وتعالى. وكلنا يتمنى حفظ القرآن الكريم طمعا في الحصول على الأجر والثواب من الله عز وجل. خير كتاب نزل على وجه هذه الأرض، على خير نبي وطأ الثرى، قال الله تبارك وتعالى في فضل القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولكن ماذا يحدث للشخص الذي يقرأ القرآن ولا يحفظ منه شيئا؟ جعل الله عز وجل لقارئ القرآن فضلا وأجرا عظيما بأن جعل له بكل حرف يقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، وأنه يكون شفيعا لصاحبه يوم القيامة. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن يعيش عيش السعداء ويموت موتة الشهداء، وأنه ينجي صاحبه يوم الحشر، وأنه النور في الظلمات، وأنه الظل يوم الحرور، ويبارك في حسنات صاحبه. كان هناك رجل يقرأ القرآن بكثرة ولكن لا يحفظ منه شيئا. سأله ابنه الصغير: ما الفائدة من قراءتك للقرآن وأنت لا تحفظ منه شيئا؟ فقال له الأب: سأخبرك لاحقا إذا ملأت سلة القش هذه من ماء البحر. فقال الولد: مستحيل أن أملأها. فقال الأب لابنه: جرب. وكانت هذه السلة تستخدم لنقل الفحم. أخذها الصبي واتجه نحو البحر ليملأ هذه السلة بالماء، واتجه نحو أبيه بسرعة، ولكن الماء تسرب من هذه السلة. فقال لأبيه: لا فائدة. فقال له الأب: جرب مرة ثانية. ففعل هذا الابن مرة ثانية فلم ينجح بإحضار الماء، وجرب مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة حتى اعتراه التعب وقال لأبيه: لا يمكن أن نملأ هذه السلة بالماء. فقال الأب لابنه: ألم تلاحظ شيئا على السلة؟ هنا تنبه الصبي وقال: نعم يا أبي، كانت هذه السلة متسخة من بقايا الفحم، والآن أصبحت نظيفة تماما. فقال الأب: يا بني، هذا ما يفعله القرآن بقلبك، فالدنيا وأعمالها قد تملأ قلبك بأوساخها، والقرآن كماء البحر ينظف صدرك حتى وإن لم تحفظ منه شيئا. لا تجعل عدم قدرتك على حفظ القرآن مدخل للشيطان حتى يبعدك عن قراءته، فأجر القرآن ثابت. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أحبابي، لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة حتى نستمر بإذن الله في نشر المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.